موقع بلقيس يتحدث عن توفيق معاناة مستمرة في النزوح والبحث عن مأوى. وفي العربي الجديد تتساءل، هل هذا هو المجتمع اليمني في الدراما الرمضانية؟ ومن الأخبار المنوعة، ملثمون يفرغون خزائن مصرف ألماني في مشهد هوليودي. على بعد 13 كيلومتراً من مدينة تعز يسكن توفيق محمد سعيد داخل ديمة، وهي غرفة يبنيها المزارعون بطرف الأودية لحراسة مزارع القات، وقد صنع إلى جوارها كما تقول قناة بلقيس خياماً من الطرابيل الخفيفة كحمام لأسرته الكبيرة، فضلاً عن خيمة مقسمة إلى ثلاث غرف لأبنائه المتزوجين، أما المطبخ فهو في الخارج. توفيق هو أحد النازحين الذين فروا من الحرب قبل 4 سنوات، كما أنه من المهمشين الذين يسكنون أطراف المدن بمساكن من الصفيح. أسرة توفيق تتكون من 25 فرداً، 3 من أولاده متزوجون، عرس أحدهم كان في أبريل الفائت، لكن العريس لم يعد موجوداً، لقد ترك عروسه بعد 3 أسابيع ليصل إلى عدن باحثاً عن عمل. كان لتوفيق منزل متواضع في منطقة القصيبة، لكنه يتعرض لمضايقات متواصلة. كان ذلك حتى قبل اندلاع الحرب، وعندما وصلت الاشتباكات للقرب منه غادر المنطقة بحثا عن مأوى يحميه من الموت والأذى. يقول توفيق إن النازحين سكنوا في بعض البيوت القديمة المهجورة أو منازل مغتربين أو ملاحق المساجد، وسكن عدد كبير منهم في المدرسة القريبة منهم قبل أن يشدوا الرحالة إلى مناطق لا يعرفها. لكنه بعد سنة لم يجد مكانا غير طرف الوادي، وتبعه بعد ذلك آخر. يقول موقع التغيير نت إن نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت جريمة قصف منزل الصحفي عبد الله صبري عضو النقابة في منطقة الرقاص بصنعاء من قبل طائرات التحالف، ما أدى إلى استشهاد نجله وإصابته وأفراد أسرته. وقالت النقابة في بيان إدانتها، تتقدم نقابة الصحفيين بخالص العزاء للزميل صبري وكافة أسرته، متمنية له ولأفراد أسرته الشفاء العاجل. وأضافت نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تستنكر هذه الجريمة الهمجية التي طالت الصحفي وأسرته الأمين في منازلهم، تحمل التحالف العربي كافة المسؤولية وتطالب بالتحقيق فيها لينال الجنات جزاءهم الرادع. وقالت أيضا، استهداف الصحفيين والمدنيين مخالف للقوانين أو لقوانين الحرب التي تلزم بتحصين المدنيين وتوفير الحماية لهم في النزاعات. عن أزمة المياه في اليمن كتب موقع ستراتفور تقريرا ترجمه على البشبيشي في موقع العالم بالعربية. طيلة العصور القديمة وحتى التاريخ الحديث كانت اليمن نموذجا لهندسة المياه، يتضح ذلك من سد مأرب العظيم أحد عجائب الهندسة في العالم القديم. وتاريخيا استخدم سكان اليمن تقنيات الري وإدارة المياه المتطورة بفعالية، لكن على عكس جيرانها في المنطقة فإن إمدادات المياه في اليمن كلها داخلية، حيث لا تعتمد على الدول المجاورة للحصول على الموارد المائية. ورغم أن الأزمة التي تلوح في الأفق معروفة منذ الثمانينيات، استمرت البلاد على درب الممارسات غير المستدامة لإدارة المياه، لكن نتيجة الاستغلال المفرط لمعظم طبقات المياه الجوفية عندما أحرز مسلحو الحوثي مؤخرا مكاسب على الأرض، لم تغير الموارد المائية الجديدة التي حصلت عليها المجموعة ميزان السيطرة على الموارد. وفي المقابل لم تتعرض طبقات المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية الواقعة على طول الساحل والتي يتواجد فيها انفصاليو الحراك الجنوبي للاستغلال المفرط إجمالا من الناحية الفنية. ورغم ذلك تعاني العديد من هذه الخزانات من تسرب المياه المالحة، ما يقلل من جودة المياه المتوفرة. نظرا لعدم استقرار اليمن تظل كافة الحلول مستبعدة، ذلك أن تنفيذ سياسات قوية لإدارة المياه وضمان استمرار الصيانة يتطلب وجود حكومة مركزية قوية ووضعا أمنيا مستقرا، واليمن لا تمتلك أي من هذين. ومع صعود المتشددين الحوثيين وتفاقم الاضطرابات الحالية وحالة عدم اليقين السياسي في العاصمة،
فإن الحكومة اليمنية لن تكون قادرة على تنفيذ أي شيء من ذلك، بل إن الحكومة المركزية غير قادرة أصلاً على فرض سيطرتها على ربوع البلاد. ومن غير المرجح أن يتغير الوضع السياسي في اليمن خلال المستقبل القريب، وسوف تستمر القضايا الأمنية في تأريق البلاد. لذلك تقع مسؤولية التغيير على عاتق الحكومات المحلية التي غالباً ما تكون فاسدة وغير فعالة وتفتقر للتمويل. وبدون القدرة على تنفيذ المناهج اللازمة لإدارة المياه، يرجح أن يظل الوضع المائي في اليمن بالغ السوء، ويسهم في احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات ووضع المزيد من الضغوط على المملكة العربية السعودية لاحتواء جارتها الجنوبية. لم يعد نزيهاً ولا محايداً. بهذا هاجمت الحكومة المبعوث الأممي جريفيث على لسان ناطق الحكومة راجح بادي، والذي أضاف بحسب ما جاء في المصدر أونلاين: المبعوث الأممي مارتن جريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء المهمة الموكلة إليه وفقاً للقرارات الدولية. واتهم بادي جريفيث بالانحراف عن مسار المهمة الموكلة إليه في اليمن، وأضاف: لم يعد يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن. ويعتبر هذا الانتقاد هو الأكثر حدة الذي توجهه الحكومة للمبعوث الأممي، وتأتي عقب إحاطة قدمها لمجلس الأمن الأربعاء عن سير عملية السلام في اليمن. وبدا الانتقاد مقدمة لتوجه الحكومة نحو رفض التعامل مع جريفيث والمطالبة بتغييره، وهو ما يعني فشلا ذريعا للمبعوث الذي ظل طوال الفترة الماضية يوهم المجتمع الدولي بتقدم حقيقي في سير عملية السلام. ويحظى جريفيث بدعم حكومة بلاده المملكة المتحدة وعلى رأسهم وزير الخارجية جيرمي هانت، الذي صرح بتقدم حقيقي لعملية السلام في اليمن. بعد تصعيد من أبناء المهرة، الوزير بن كدة غادر السعودية أخيرا، كما أعلن الموقع بوست مصدر محلي في محافظة مهرة. قال أيضا: بن كدة غادر الرياض إلى وجهة لم يسمها المصدر بعد إبلاغه برفع حظر السفر ورفع قيود الإقامة المفروضة عليه. جاء رفع الإقامة الجبرية عن بن كدة بعد تصعيد واسع لأبناء المهرة الذين طالبوا بالسماح له بالسفر ونفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية. وفي وقت سابق طالب المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن عيسى آل عفراهر السلطات السعودية والحكومة الشرعية بالإفراج عن بن كدة، معتبرا أن احتجازه سيؤدي إلى تفاقم الوضع في المهرة بشكل أكبر. واعتبر مصدر محلي في المهرة الإفراج عن بن كدة انتصارا جديدا لنضالات المواطنين في المحافظة ضد السياسة التي تنتهجها القوات السعودية المتواجدة هناك. ويعد محمد عبد الله كدة من أبرز الشخصيات الاجتماعية والسياسية في المهرة، وينتمي لقبيلة كدة المعروفة بحضورها في المحافظة، وعين أيضا لثلاث مرات محافظا للمهرة، ثم جرى تعيينه وزيرا للدولة نهاية 2017. يتساءل الكاتب رافد جبوري في موقع العربية الجديد عن هل تضرب أمريكا إيران، ويجيب عن تساؤله بالقول: تتصاعد التصريحات الإيرانية المتحدية للولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب في مقابل الإجراءات التي اتخذتها هذه الإدارة في تصعيد لسياستها في الضغط على إيران من أجل الرضوخ لمطالب أمريكية. وقال ترامب إن الضغط الذي تتعرض له إيران بات الأكبر على الإطلاق. اتبعت إيران سياسة متحدية وأعطت مهلة للدول الأوروبية من أجل التعامل معها، وإلا انسحبت من الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، بينما بقيت أوروبا ملتزمة به. دخلت أمريكا إثر ذلك في حالة إنذار عسكري وسياسي. كل تلك الإجراءات هي إجراءات حماية وتأهب للرد على أي هجوم، وليست استعدادات بدء حرب أو ضربة واسعة لإيران حتى الآن. فأمريكا لا تهدف إلى بدء حرب مع إيران. والأهم أن إدارة ترامب، وعلى الرغم من تصعيدها الهائل الضغوط على إيران، فإنها لا تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني بل إلى تقييده. الوضع ملتهب في المنطقة، ولكن ليس هناك تحشيد إعلامي في واشنطن لحرب مع إيران. فالاستراتيجية الأمريكية هي تصعيد الضغط الاقتصادي حتى ترضخ طهران لترامب وتوقع اتفاقا وفق شروطه هو، لكن أمريكا لن تبدأ بالضربة العسكرية، هي فقط تزيد استعدادها للرد. أما خيارات إيران فمحدودة جدا، وخصوصا مع التحذير الأمريكي الذي اعتبر أي هجوم من أي قوة مرتبطة بإيران هجوما إيرانيا مباشرا،
أصبحت الحرب بالنيابة صعبة، لكنها تبقى خياراً أمام النظام الإيراني المحرج اقتصادياً، والقلق من التحركات الشعبية الداخلية التي تراهن عليها الإدارة الأمريكية في التغيير. على الأرجح ستلجأ طهران لاستمرار التصعيد اللفظي والسياسي من غير أي عمل عسكري مباشر، قد يستدعي رداً أمريكياً مؤلماً. قد يوافقون على دعوة ترامب إلى التفاوض، وخصوصاً إذا خفف من شروطه وعقوباته بمفاوضات مع الرئيس الأمريكي أو بدونها. قد يصبر الإيرانيون وهم المعروفون بالصبر عاماً ونصف العام إلى أن يخسر ترامب الانتخابات العام المقبل، ليصعد الحزب الديمقراطي إلى الحكم في أمريكا، وخصوصاً أن المرشح الأبرز هو نائب أوباما جو بايدن، من أجل العودة إلى اتفاق شبيه بالذي مزقه ترامب. مع بدء عرض الحلقات الأولى من المسلسلات اليمنية الرمضانية، تقول صحيفة العربي الجديد: تصاعدت موجة الانتقادات، وأبدى الكثير من اليمنيين رفضهم الطريقة التي يقدم فيها القائمون على تلك المسلسلات المواطن اليمني وكأنه شخص مشوه ومتخلف. ومن بين أبرز تلك المسلسلات المعروضة غربة بن، وهو مسلسل كوميدي يحاكي الواقع الذي كان يعيشه اليمنيون خلال نهايات القرن الماضي، وأيضا الجزء الثاني من مسلسل حالة حالة، وهو مسلسل ساخر يتحدث عن واقع مدينة تعز خلال الحرب بأسلوب كوميدي، إذ يبدو فيه بعض الممثلين وهم يقلدون شخصية أبو شهاب في مسلسل باب الحارة، إضافة إلى العديد من المسلسلات الأخرى مثل مع ورور وحاولاوي وغيرها. شركات يمنية محلية قامت بإنتاج هذه المسلسلات، من بينها شركة الوافي التي يمتلكها الممثل الكوميدي اليمني صلاح الوافي، وهو أحد أبطال مسلسل غربة بن. أبرز مداخل نقد هذه المسلسلات كما تقول الصحيفة هو إظهار الإنسان اليمني وكأنه متأخر في التفكير ويعاني من تخلف جوهري في بنيته. أيضا تناول مسلسل غربة بن مثلا ظاهرة حمل السلاح التي أثقلت كاهل المجتمع اليمني بشكل ساخر بعيدا عن المسؤولية الفنية. وفي هذا السياق يقول المخرج اليمني عبد الرحمن السماوي للعربي الجديد بأن الدراما اليمنية تفتقر للإبداع ومعالجة القضايا بأسلوب نقدي، إذ يتم المبالغة في إبراز الأسلوب الكوميدي بشكل مفتعل. انتقادات المتابعين شملت أيضا جميع الممثلين المشاركين في الدراما اليمنية هذه السنة. في هذا الصدد يقول الشاب اليمني علي الويناني بأن سبب تراجع مستوى الممثلين اليمنيين هو الإفراط في الكوميديا وغياب الأدوار الجادة والواقعية التي تصقل المواهب. مدير مكتب الثقافة في مدينة تعز عبد الخالق سيف قال إن نقد سلبيات الأعمال الرمضانية الدرامية هو دليل على المتابعة الجيدة والاهتمام من قبل المشاهد، ويعبر عن الصورة المثالية الموجودة في ذهنية المشاهد اليمني الذي يعتقد أن على الدراما اليمنية أن تلتزم بها. انشقاق الثقافة عنوان لمقال الكاتب ممدوح عزام في صحيفة العربي الجديد، قال فيه: إحدى الظواهر اللافتة في الثقافة العربية اليوم هي الانقسام الصريح بين من هم منحازون للسياسة الروسية ومن يراهنون على السياسة الأمريكية، بل إن الأمر قد يكون أكثر ضيقاً من ذلك، إذ ترى من ينحاز لشخصية بوتين وسلوكه السياسي ومن يعجبون بشخصية ترامب وسلوكه السياسي. السياسات المعاصرة في قطبي العالم العسكريين تبدي عداءً واضحاً وصريحاً للقيمة الإنسانية الكبرى وهي الحرية، ولن تجد كاتباً عربياً يقول إنه ضد الحرية التي كان يطالب بها دوستويفسكي أو بوشكين أو توم بين أو مارك توين، ولكنك سوف تجد أنهم يختصمون ويتنازعون إلى حدود الحرب حول الحرية كمطلب إنساني يدعو إليها أو يطالب بها هذا الكاتب العربي أو هذا الطرف من أبناء الشعب. ولك أن تتأمل وتعجب مما يقوله كاتب مثقف مثل أحمد بيضون عن الربيع العربي في كتابه الربيع الفائت، والذي رأى في التحركات الشعبية عيداً سياسياً لم يفته أن يقدم لها تحليلاً ونقداً عميقين. وما يقوله مثقف آخر هو ناهض حتر في كتابه الذي تعمد أن يحرم الربيع فيه من آل التعريف، فكان عنوانه ربيع زائف، ووجد فيه انقلاباً سلفياً ومؤامرة إمبريالية. وثمة من يعتلي المنابر اليوم ليتحدث بلهجة المؤدب للمشاغبين عن الحرية المسؤولة، محاولاً أن يعيد تعريفها بما يتناسب مع متطلبات هذا النظام الحاكم أو ذاك في العالم العربي. ويمكن لمثل هذا التنظير أن يراجع أي تحرك فردي أو جماهيري للمطالبة بالحرية فيعتبره لا مسؤولاً. والطريف أن يفكر أحدهم اليوم بملاحقة دوستويفسكي من جديد
أو يدعي على توم بين. في مشهد هوليودي كما وصف موقع الدي دبليو، اقتحم 4 لصوص مقنعين أحد فروع مصرف كوميرتس بانك في العاصمة برلين، وأفرغوا خزائن الأشياء الثمينة بالغرفة المحصنة دون إزعاج الشرطة التي لم تصل إلا بعد مغادرة اللصوص. ساعة العمل الأولى من يوم الخميس في فرع مصرف كوميرتس بانك الواقع في شارع تيبلي تسر شتراسة بالعاصمة الألمانية برلين مرت دون أي شيء يستحق الاهتمام. الموظفون منشغلون في خدمة العملاء الذين يصطفون في طابور صغير انتظارا لدورهم، لكن بعد الساعة 12:15 ضغط العاملون في المصرف زر إنذار الشرطة للمساعدة في حالة السطو. وفقا لنتائج التحقيقات الأولية، فقد وصل الجناة 4 إلى المصرف عبر بوابة خلفية، ودخلوا عبره أو عبرها للمبنى بعد أن خلعوا بابا للطوارئ ما أدى إلى انطلاق صافرة إنذار. المتحدثة باسم الشرطة قالت إن إحدى الموظفات سمعت صوت الإنذار فأرادت الاطمئنان على الغرفة المحصنة للمصرف حيث توضع الأموال وسبائك الذهب، ولكن عندما رأت أو أرادت النزول إلى الغرفة الموجودة في القبو أو قبو المصرف قابلت 4 أشخاص مجهولين فانطلقت مذعورة صارخة إلى القاعة الكبيرة حيث توجد مكاتب زملائها الذين هربوا مع عملاء المصرف في فوضى عارمة. اللصوص المقنعون واصلوا عملهم غير منزعجين من الفوضى، وأفرغوا بعض الخزائن في الغرفة المحصنة ثم هربوا عبر الباب الخلفي للمبنى واستقلوا سيارة للهرب كانت متوقفة في مكان قريب. يواجه ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني بحسب موقع عربي 21 غرامة مالية باهظة بشكل يومي في حال إصراره على رفض الخضوع لاختبار الحمض النووي، ولا يزال الملك السابق يرفض الخضوع للفحص في فبراير الماضي للتأكد من نسب فتاة ادعت أنها أو أنه والدها منذ الستينات في القرن الماضي. محكمة في بروكسل أمهلت الملك السابق البالغ من العمر 84 عاما مدة 3 أشهر لتوفير عينة من لعابه، وإلا سيعتبر والدا لديفلين بويل البالغة من العمر 50 عاما. ديفلين بويل ادعت رسميا للمرة الأولى بأن الملك ألبرت هو والدها في مقابلة أجرتها عام 2005. ألبرت احتفظ بمركزه كملك في شهر يوليو أو حتى شهر يوليو في عام 2013 عندما أعلن نيته التخلي عن العرش لأسباب صحية، وخلفه ابنه فيليب، لكنه ما يزال يتسلم راتبا سنويا يقدر بمليون يورو. ومن موقع عربي 21 أيضا مقالا بعنوان مثقفو الاستبداد يعجلون بنهايته، الكاتب محمد هنيد قال فيه: تأقلمت أغلب النخب العربية مع النظام القائم وأمدته بالشرعية التي يحتاج إليها، ففي النظم الجمهورية المؤسسة على الفكرة القومية نجحت النخب المحلية في ربط النظام القائم بالفكرة الكلية التي تتأسس عليها نظريتها لممارسة السلطة. أما في المنظومات الملكية الوراثية المؤسسة على الفكرة الدينية فقد اجتهدت المدارس والمرجعيات على جعل المعطى الديني في قلب نظرية الحكم، وطوعت النصوص الدينية والأحكام الشرعية لصالح النظام السياسي. لا وظيفة لنخب الاستبداد إلا الدفع بالنظام نحو الهاوية، لأنها تتحول مع الزمن إلى جزء من الوهم والإيهام الذي تمارسه الأنظمة، سواء باسم الدين أو باسم الأيديولوجيا والشعارات الرنانة التي سرعان ما ينكشف زيفها. تعيش المنطقة العربية اليوم على وقع السقوط المريع للنخب الفكرية ومنوالها السياسي وأطروحاتها الفكرية، حيث تهاوت كل الشعارات التي عاشت عليها الأنظمة السياسية مدة تفوق نصف قرن من الزمان. لقد سقطت الكثير من الأقنعة عن المدارس التي أثثت المشهد الفكري العربي طيلة عقود، بعد أن انحازت أغلب هذه المدارس إلى المنظومات الاستبدادية متنكرة للشعارات التي طالما رفعتها. فلا القوميون ولا اليساريون ولا الليبراليون ولا حتى الإسلاميون قادرون اليوم على إقناع الجماهير العريضة بصواب أطروحاتها، بل إن المرحلة التي تعيشها الأمة اليوم هي مرحلة مؤسسة على القطع الضروري مع كل الرؤى الفكرية التي أثثت المرحلة الحضارية السابقة. لن تستطيع الأمة تجاوز المنحدر الذي سقطت فيه مع انتصار قوى الثورات المضادة وعودة الاستعمار إلى المنطقة إلا بصياغة أنساق ثقافية جديدة مؤسسة على حرية الإنسان وعلى القطع مع ثقافة الاستبداد ومدارسه الفكرية.
لقد أصبح من الملح اليوم على شعوب المنطقة أن تدرك حجم التلاحم بين السلطة السياسية القمعية والأنساق الفكرية والثقافية القائمة في المنطقة العربية، فلا يمكن بناء على ما سبق تجاوز مرحلة الاستبداد السياسي إلا بتجاوز الثقافة التي تروج له، وهي ثقافة فقدت كل مشروعيتها بل تحولت إلى شرط من شروط سقوط الاستبداد نفسه. وفي صحيفة الغارديان نشرت مجموعة من الصور قالت إنها أفضل ما التقطته عدسات مصوريها من مختلف أنحاء العالم لهذا الأسبوع. نتابع. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة، بل دخلت الريشة فيها خاصة ذلك الفن الساخر الذي يختصر الآلاف من العبارات ومئات الصور في رسمة كاريكاتيرية واحدة. نتابع. بهذه المجموعة من الأخبار والصور والرسوم نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.